السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وأقول للسادة المستمعين الأجلاء الأحباب الكرام، ونحن في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتدحه الله بقوله في محكم تنزيله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيا أيها الأحباب، كلامنا اليوم وهذه الأيام المقبلة بإذن الله سيكون عن قائدنا وعن عظيمنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد تحن إليه القلوب، محمد تطيب به النفوس، محمد تقر به العيون، محمد دموع العاشقين لذكره تسيل. كيف لا نشتاق إلى من بكى الجمل عند رؤيته وشكى إلى ثقل أحماله؟ كيف لا نشتاق إلى من حن الجدع اليابس لفراقه؟ كيف لا نشتاق إلى من أن أنين الصبي حتى مسح عليه النبي؟ فيا معشر المسلمين، يا أيها الأحبة الكرام، القلوب تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه ولا تخجلوا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل فضله على باقي الرسل وقد قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا فضله الله تعالى عن باقي الرسل بل عن باقي خلق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وقال: بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ إلا وتحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتكم تحملكم على الاتصاف بشمائله وتدفعكم لزيادة تعظيمه والتمسك بمكارم أخلاقه. هذه المحبة تعيننا جميعا على حسن المعاشرة ولين الجانب وبذل المعروف وإطعام الطعام وإفشاء السلام وعيادة المريض وتشييع الجنائز وحسن الجوار والعفو والإصلاح بين الناس والجود والكرم وكظم الغيظ والعفو عن المخطئين واجتناب كل ما حرمه هذا الدين العظيم من الغيبة والنميمة والكذب والخديعة والمكر والنميمة وسوء الخلق والتكبر والحقد والحسد والظلم وكل من هو منفر عن قبول الدعوة منه صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي الأكرم محمد بن عبد الله أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس وأسخى الناس وأجود الناس وأعقل الناس وأشدهم حياء صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة والتسليم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، نبقى مع فاصل قصير جدا ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.